عليكم. صباح الوطنية. معكم توجور كوتش حسن ميناصرية كما العادة في بيكا سبور. اليوم نهضروا على واحد الفئة تاع الناس اللي يعانيو من آلام المفاصل، اللي عندهم التهابات المفاصل، منها تقدر تقول لارتروز اللي طري ريبوندو سيرتو في العوام الاخرين لارتروز. وكاين بزاف دي جون اجي عباد، شغل الناس شيوخ، هي اللي لا بلوبار دي طون اللي عندهم آلام المفاصل والمشاكل تاع المفاصل. الناس اللي ديباسيو الربعينات، الربعين الخمسين الفوق، هما اللي عندهم بوكو بلوس لي بروبليم ارتيكولا، عندهم دي التهابات. انا واش ننصحهم؟ الحاجه الاولى راح تشوف طبيب اخصائي اللي في العظم، بارزوم نقولوا روماتولوج. عندك ثاني يتعامل روماتولوج، يقدر يتعامل مع ان كينيزيثيرابوت. هاد الزوج هادو يقدروا يفيدوا هاد الناس اللي عندهم التهابات المفاصل، يتريتيوهم ويدير لهم ان سويفي ابروفوندي، ويدير لهم ان تريتمون ثاني، باسكو لازم له ان تريتمون. الم المفاصل فيها ان تريتمون مع الميديسان تاعهم. مي كاين حاجه، الالم المفاصل باش نقدروا نقصوا من الالم تاع المفاصل ونرونفورسيو المفاصل، دير في بالك بليك لازم دير سبور، لازم تعاونها بالرياضه. في الرياضه منها نقدر نقولوا تقدر دير دي سيونس دو ستريتش، تقدر دير دي سيونس دو مسكولاسيون، تقدر دير دي سيونس دو ناتاسيون. هادو كاع ايتيك يقدروا يحسنوا ويحسنوا ويرونفورسيو لك لي زارتيكولاسيون تاعك. ونزيدو نقولوا ثاني حاجه واحده اخرى، كاين ميم لاليمونطاسيون، الحميه الغذائيه تلعب دور كبير. داكو كاين الحميه الغذائيه تلعب دور كبير، منها نقدروا ناكلوا كاين واحد المكملات يقدروا يعاونونا باش نفورسيو لي زارتيكولاسيون كيما الكولاجين. كاين ماكله باغ اكزومبل الي ريش اون كالسيوم، لازم ناكلوا بزاف غذاء اللي يكون غني بالكالسيوم. هادو كاع يعاونونا كاع يتيك باش نقدروا نفورسيو لي زارتيكولاسيون تاعنا. مي انا واش ننصحهم بوكو بلوس؟ الرياضه، وحاجه لي المهمه بزاف لازم يشوفوا طبيب اخصائي، هو راح ينصحهم وراح يعطيهم نصائح مفيده.